بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائنا وبناتنا المحامين الجدد، النهاردة هتحلفوا اليمين أمام معالي الأمين العام الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين. وبحضور الأستاذ يحيى التوني وكيل أول نقابة محامين مصر. ومحدثكم محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة. قبل مراسم حلف اليمين هديكم نصيحة في دقيقتين، وبعد الأستاذ يحيى التوني دقيقتين، ومعالي الأمين العام هيقوم بالإجراءات حلف اليمين. النهاردة مرحلة فارقة في حياتك، مرحلة فارقة، هتستلم الكارنيه مكتوب فيك المحامي والمحامية. النهاردة بقيت محامي، كلمة محامي دي كلمة كبيرة، لازم تحافظ على كلمة محامي، لازم تحافظ على كونك محامي، لأن أنت بيجي لك ما لنا وعليك ما علينا، لك ما لنا وعليك ما علينا. في قانون اسمه قانون المحاماة، في واجبات وحقوق المحامي. النهاردة تجيب قانون المحاماة تقراه، تعرف ايه اللي ليك واللي عليك، عشان ما يحصلش اصطدام معاك مع الواقع، لازم تعرف من قانون المحاماة ايه اللي ليك واللي عليك. من النهاردة تروح مكتب محامي تلتحق، لازم تتعلم مهنة المحاماة. في فرق بين الدراسة الأكاديمية اللي انت درستها ومهنة المحاماة، مهنة التعلم. لازم تروح مكتب محامي تتعلم فيه، لازم تقف قدام القاضي تكون عارف قضيتك وجاري قضيتك ومتعارف ايه، لازم تروح مكتب محامي، لازم تطلع على الكتب، تجيب كتب وتشوف المكتب اللي انت فيه النهاردة، في قضية ضرب هجيب كتاب عن الضرب، في قضية سرقة هجيب كتاب عن السرقة، وقر وشوف الأستاذ اللي أنا عنده في المكتب أما يقف يتكلم إزاي وتعلم. لازم تحترم الأكبر منك، لازم المحامي اللي انت بتتعلم عنده واي محامي كبير عنك لازم تحترم الاكبر منك، لازم يكون عندك حسن خلق، لازم اللي يشوفك يعرف انك محامي. اوعى تلبس تيشيرت وتخش المحكمه بتيشيرت، ولا قسم الشرطه بتيشيرت، ولا النيابه بتيشيرت، عمره ما يعرف انك محامي خالص، هيقول لك انت يا فندي، انت يا باشمهندس، انت اخينا، اهنت نفسك واهنت المحاماه. فلازم تحافظ على زيك، تقرا قانون المحاماه، تروح مكتب محامي وتتعلم. والارزاق بالله ما تستعجلش الرزق، المحامي اللي له 20 سنه 50 سنه ركب عربيه عنده مكتب، انت عاوز النهارده مكتب وعربيه؟ لا، انتظر وهتاخد دورك في الحياه. خلي عندك حسن خلق، تعامل مع المحامين اللي اكبر منك بالاحترام. القصب اللي انت هتحلفه ده هو دستورك، قصب المحاماه هو دستورك، كل كلمة في خصم المحاماة هي المحاماة. أنا لو أطيل عليكم الحديث، والكلمة مع الأستاذ يحيى التوني وكيل نقابة المحامين. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله العظيم. أخوتي الأعزاء المحامين الجدد والمحاميات، نرحب بكم في نقابة المحامين كل الترحيب، لأنكم أبناءنا الذين سوف تحملون الراية في صدق وأمانة ووقار. عليكم بعد حلف اليمين اليوم أن تناصرون الحق وتدرؤون الظلم، لأن مهنة المحاماة هي مهنة سامية، مهنة الرسل، بدليل يقول رب العزة في كتابه الكريم: قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. تلك كانت دعوة سيدنا موسى إلى رب العزة أن يشرك معه أخاه هارون في الرسالة، لأنه كان أفصح منه لسانا. فهذه الرسالة عليكم أن تعدوا عليها بالنواجذ،
عليكم أن تكونوا محامين أفزاز. انظروا إلى المحاماة من قبل المحاماة، انظروا إلى الزعماء مصطفى كامل وسعد زغلول الذين كانوا محامين وكتبوا بحروف من نور في تاريخ مصر، مصر العربية، مصر التي سار فيها كليم الله موسى وتجلت له الموعظة الإلهية في تور سيناء، وسارت فيها السيدة العذراء مريم ووليدها إلى أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوثا ومتمما لمكارم الأخلاق. أخوتي الأعزاء، أنا أود أن أتحدث معكم حتى المساء، لأن الوقوف في محراب القانون جمال، وأنتم رجال القانون القادمون بقوة إلى نقابة المحامين. أخوتي، كما قال الأستاذ محمد الكسار، عليكم أن تتدربوا عند محامي مشهود له بالكفاءة والأمانة. الأمانة أهم حاجة في المحامي، لأن المحامي اللي هو شمال زي ما احنا عارفين هيدربك إطلاقا وهيعلمك خصال غير حميدة في المحاماة. المحاماة عزة وكرامة وأمانة وإباء. عليكم أن تتسلحوا بسلاح القانون، عليكم أن تطلعوا، والنقابة العامة في رمسيس تفتح ذراعيها لتستقبل كل المحامين الجدد، وفي كتب إن شاء الله سوف تحصلون عليها بدون مقابل، لأننا نحن أعضاء مجلس النقابة العامة يهمنا في المقام الأول تخريج جيل جديد من المحاماة، لأن مصر في حاجة إليكم جميعا. قد يكون منكم من هو نقيبا للمحامين أو نقيبة للمحامين. حقيقة إننا نعزكم جميعا ونبجلكم ونحترمكم أخوة كرام. مصر أخوة الأعزاء في حاجة إليكم وإلى سواعدكم الأبية. عشتم للمحاماة وعشتم للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم أخي وحبيبي وصديقي الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة أنا طبعاً الكلام اللي قاله الأستاذ حتوني وكيل المجلس، والأستاذ محمد الكسار عضو المجلس، ده أعضاء كلنا أعضاء مجلس النقابة العامة باسم النقابة العامة للمحامين ونقيبا وأعضاء، وعلى رأسه النقيب الأستاذ عبد الحليم علام، النقيب اللي لسه يعني جماعة عمومية اختارته في يعني من بقاله شهر كده لحاجة. وده طبعا التغيير اللي حصل ده تغيير بإرادة الجماعة العمومية، عشان تبقوا عارفين إن الجمعية العمومية للمحامين هي المسؤولة عن اختيار النقيب العام والمجلس والنقابات الفرعية، وهي صاحبة القرار، صاحبة القرار، لأن الجمعية العمومية هي المنوط بيها كل شؤون النقابة، لأنها بتختار مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء، بتختار المجالس الفرعية نقيبا وأعضاء. فنحن باسم الجمعية العمومية وباسم نقابة المحامين النقابة العامة بنقدم لكم شكر والترحيب، وانتوا أول مرة النهاردة، يبقى حلف اليمين على أرض النقابة، انتوا النهاردة أول مرة الدفعة دي اللي تيجي النادي المحامين، اللي هو النادي ده نادي نقابة المحامين، اللي هو فيه كل إدارات النقابة، النادي ده فيه كل إدارات النقابة المسؤولة عن كل شؤون المحامين، اللي هو أنتم إن شاء الله في القريب العاجل. وعلشان كده إحنا بنقول المحاماة من النهاردة بتتغير حياتك تماما، مرحلة جديدة، مرحلة جديدة. إحنا أنت لغاية دلوقتي حاصل على لسانس حقوق، يعني ما نقولكش يعني انت لسه مش محامي، مش هنقول لك يا استاذ لسه، بس بعد القسم ان شاء الله هنقول لك يا استاذ ويا استاذه بحكم القانون. احنا عايزين نقول ايه المحاماه. الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام واقع،
عملي. المحاماة رسالة، علم، فكر، ابتكار، إبداع، ده كله المحامي. لازم تبقوا عارفين ان المحاماة ما فيهاش كتاب يدرس، لا، الكتاب فيه القانون، كل القوانين اللي انتوا درستوها في الجامعة، كل القوانين الصادرة من الجهات المختصة اللي انتوا درستوها في الجامعة دي، مفترض ان انتوا على علم تام بكل القوانين اللي هي موجودة في الدولة. لكن انت جيت النهاردة بقى بعد الدراسة الأكاديمية دي، انت جيت المعهد المحاماة وبتمارس المحاماة ممارسة فعلية عملية واقعية. دي انت بقى من فكرك انت، انت نفسك اللي بتصيغ الأدلة على الواقعة دي، القانون اللي بيتطبق على الواقعة دي. كل الوقائع دي، كل واقعة لها قانون، قانون جنائي، قانون إداري، قانون مدني، قانون تزمار، تحكيم مجلس، كل ده، كل دي وقائع بيحكمها قانون. ومن اللي بيحدد القانون اللي هو يعني في الأول وفي الآخر هتعرض بيه القيد والوصف اللي انت انتهيت ليه كمحامي على المحكمة، ده اللي هو، لأن الدعوة بتحل المحكمة أيا كان نوعها، بتحل المحكمة من الجهات المختصة، النيابة العامة، المدني، الإداري، مجلس الدولة، التحكيم، كل ده بيحل المحكمة المختصة اللي بتطبق القانون المختص على هذه الوقائع. مين بقى اللي بيطبق القانون على الوقائع؟ إحنا المحامين اللي بتطبق القانون على الوقائع. ليست العبرة بما يحال من الجهات المختصة، النيابة العامة حتى، الواقعة بمواد اتهام معينة، ليست العبرة بالإحالة بتاعت النيابة العامة، لا، المحكمة بتعدل قيد والوصف. الدفاع اللي هو المحامي هو اللي هو الأصلي اللي بيعدل القيد والوصف. يبقى هنا المحامي ليه شخصية عظيمة، رجل متفرد عن كل فئات المجتمع. متفرد ليه؟ لأنه يعلم ما لا يعلم غيره. تاني، المحامي له شخصية متفردة عن كل أفراد المجتمع لأنه يعلم ما لا يعلم غيره. المحامي الوحيد اللي له كل العلاقات مع كل مؤسسات الدولة اللي موجودة في المجتمع، مش المحكمة بس، لا، احنا لنا كمحامين طبقا للقانون لنا علاقات مع كل مؤسسات الدولة اللي موجودة في المجتمع، حتى مؤسسات رئاسة الجمهورية انت فيها، انت ليك دور فيها، ليك دور حيوي فيها، ليك دور جوهري فيها، رأيك هو اللي بيدي موافقة لما يكون الدولة بتعمل معاهدة بيننا وبين أي دولة خارجية. لازم الرأي القانوني هو الأول، هو اللي بيبحث، وهو بعد كده اللي بينتهي إلى إن فعلا المعاهدة دي صح طبقا للقانون ولا لا. واللي وافق خلاص الدولة بتوافق، موافقش يبقى الدولة ما بتوافقش. شفت المحامي؟ شفت المحامي عظمة المحامي قد إيه؟ في كده؟ علشان كده بقى إحنا عايزين، لازم نعيش دي اللي احنا بنقولها دي، لازم نعيشها واقع في المجتمع. طب احنا عرفنا ده، طب بقى في حاجة اهم، احنا لازم يبقى بيننا وبين ربنا علاقة متصلة. ليه؟ لان ده فرض بتاع ربنا. الحياة خلي بالك اللي احنا بنعمله ده كله ده حاجة بتاعنا احنا، اما القدر بتاع ربنا ده هو اللي احنا ملناش فيه. فعلشان كده لازم احنا عندنا عندنا ضوابط معينة لازم نلتزم بيها، لازم نلتزم بيها، وهي اساس النجاح. خلي بالك هي دي اساس نجاح المحامي، اللي هي ايه؟ الاخلاق اساس، وهي اساس نجاح المحامي. الاخلاق دي هي كل حاجة. يعني ربنا قال لسيدنا محمد وانك لعلى خلق عظيم، قبل الرسالة ما تنزل، كنا لسه في الجاهلية، ما كانش الوحي نزل، كانش سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد بالرسالة، لا، كان لسه في جاهلية. فربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الأخلاق قبل العلم،
الاخلاق قبل العلم. لازم النهارده خليك عالم وعندك من العلم ما يعني، طيب بس ما فيش اخلاق، ما فيش شخصيه، ما فيش حاجه خالص. انما الاخلاق دي بشرط النظر، بغض النظر عن العالم وغير العالم والكلام ده كله، فهي الاخلاق دي هي الصفه، هي احنا بنتولد بيها وبنعيش بيها وربنا فرضها علينا، مش فرضها فرض ليه؟ لان ديت هي اساس النجاح في الحياه. بعد كده نزل القران على سيدنا محمد وقلنا ايه ده؟ وسيدنا جبريل قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، قال له اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. يبقى الاخلاق، يبقى العلم، يبقى المحاماه. هنحلف اليمين. خلي بالكوا القسم ده، ده حياتك اللي جاي عشان تبقوا عارفين اللي ربنا عايزنا عليه، لان احنا ما فيش رقيب علينا غير ربنا والضمير. فعشان كده كل كلمة زي الأستاذ محمد ما قال، كل كلمة دي هي المحاماة، كل كلمة كل حرف فيها هي دستور المحاماة. هي دي القسم ده، هو الدستور بتاعنا اللي احنا ملتزمين بيه وبنتحاسب عليه وبنحاسب اللي يعني ايه يتعدى القانون، قانون المحاماة. فاحنا عشان كده هنبدأ القسم، ولازم تبقوا عارفين ان القسم ده اللي انتوا بتقعدوا قسم ايه عن نقابة المحامين قسم، ولازم تبقوا عارفين ان احنا اللي جاي ده بتاعكم انتوا، اللي جاي في الدولة ده بتاعكم انتوا، انتوا شباب، انتوا اللي جايين. فالقسم ده قسم عن الوطن، عن نقابة المحامين، لان احنا في مرحله لازم كلنا نبقى راجل واحد، لازم كلنا نحافظ على بلدنا، لازم كلنا ندافع عن وطن. نبدا. اقسم بالله العظيم، ان امارس اعمال المحاماه بالشرف والامانه والاستقلال، وان احافظ على سر مهنه المحاماه وتقاليدها، أن أحترم الدستور والقانون. شكرا والتوفيق إن شاء الله.